أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب التفويض إلى رسول الله وإلى الأئمة في أمر الدين. في الحلقة الماضية تلونا شطرًا من الحديث الرابع المروي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وبقي شطر آخر من هذا الحديث الشريف، يقول الإمام الصادق: فصار الأخذ برخصه واجبًا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه. ولم يرخص لهم رسول الله صلى الله عليه واله فيما نهاهم عنه نهي حرام ولا فيما امر به امر فرض لازم. فكثير المسكر من الاشربه نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لاحد. ولم يرخص رسول الله لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما الى ما فرض الله عز وجل. بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا لم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر، وليس لأحد أن يرخص شيئا ما لم يرخصه رسول الله صلى الله عليه واله، فوافق أمر رسول الله صلى الله عليه واله أمر الله عز وجل، ونهيه نهي الله عز وجل، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى. ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى اكراما لرسوله وبيانا لمنزلته وامتحانا لخلقه فوض اليه امر الدين بعد ان ادبه بادابه وعصمه وبعد ان اصطفاه فالله سبحانه وتعالى اصطفى رسوله وعصمه وعلمه. ففوض اليه اصدار بعض الاحكام. والله سبحانه وتعالى امضى تلك الاحكام وامر الناس باتباع الرسول فيها. فقال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك الرسول صلى الله عليه واله رخص في بعض الاشياء. ترخيص. يعني قال يجوز لك ان تفعله ويجوز لك ان تتركه هذا كحكم يجب على المسلمين التسليم له قلبا يعني يذعن لهذا الحكم بان هذا الشيء حلال بان هذا الشيء مباح عملا لانه مباح يجوز له ان يفعل ويجوز له ان يترك لكن لا يحق له ان يحرم ما احله رسول الله صلى الله عليه واله او ان يوجب ما اباحه الرسول صلى الله عليه واله. التسليم للحكم هذا شيء والعمل شيء اخر. نحن يجب علينا ان نسلم بجميع الاحكام سواء الواجبه او المحرمه. أو المستحبة أو المكروهة أو المباحة نسلم لها. يعني قلبا تسلم بأن الصلاة واجبة. قلبا تسلم بأن الخمر محرمة. قلبا تسلم بأن صلاة النوافل مستحبة. وأن كذا مكروه، وأن كذا مباح. عملا الواجبات يجب ان تفعلها لا يجوز ان تتركها المحرمات يجب ويلزم ان تتركها لا يجوز ان تفعلها لكن بالنسبه الى المباحات والمستحبات والمكروهات انت مخير المستحبات الافضل ان تاتي بها لكن اذا اردت ان تتركها لا احد يحاسبك ويعاقبك على ذلك لكن تركت فضلا وحرمت نفسك من منزلة من منازل الجنة ومن ثواب، مثلا واحد يصلي الصلوات الواجبة ولكنه لا يصلي النوافل لا بأس بذلك، لكن حرم نفسه من ثواب النوافل لا يعاقب لتركه النوافل، وهكذا بالنسبة إلى المحرمات والمكروهات المحرمات يلزم ان يتركها فاذا ارتكبها استحق العقاب لكن المكروهات الافضل ان يتركها لكن اذا اراد ان يفعلها فلا مانع من ذلك لكن قد توجد فيها حزازه مثلا اما المباحات فهو مخير بين الفعل والترك، ولا حزازة ولا منقصة في في فعلها ولا في تركها. هسه إذا واحد يجي يقول الرسول أباح هذا الشيء، لكن أني أحرمه. هذا عدم إيمان. وهذا تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الرسول أباح شيء أنا ما إلي حق أحرمه نعم يجوز لي أن أتركه لا بأس لأنه مباح لكن أحرمه هذا ما لي حق مثلا نأتي إلى بعض الأمثلة لتوضيح الفكرة، أنت تروح إلى فقيه من الفقهاء، تسأله عن حكم شيء من الأشياء، مثلا تسأله هل السياقة جائزة أم ليست بجائزة؟ مثلا هل ركوب الطائرة جائزة جائز أو ليس بجائز؟ هل الزي الكذائي زي خاص لمنطقة من المناطق افرض مثلا الزي العربي العقال واليشماغ هذا جائز او ليس بجائز ماذا يقول لك؟ يقول لك هذه امور جائزة انت تسوق جائز هسه يصح لك ان تجي تستشكل على الفقيه انت شلون تقول هذا جائز وانت ما تسوق يقول لم أقل لك إنه واجب حتى تقول لي أنت ليش تترك الواجب قلت لك جائز هذا حكم الله الجائز يعني يجوز لك أن تصنعه ويجوز لك أن تتركه إذا يجي واحد يقول له أنه أنت كيف تقول أنه جائز وأنت لا تركب الطائرة أصلا شفنا بحياتك أصلا ما ركب الطائرة يقول أنا ما قلت أنه واجب حتى تشكل علي ليش ما ركبت الطائرة، أنا قلت جائز. إذا قيل له أنت قلت أن الزي الفلاني جائز، لماذا لا نراك مرتديا اليشماغ والعقال مثلا، وأنت تقول أنه جائز؟ يقول قلت أنه جائز، ما قلت واجب. بعض الناس لا يلتفتون يعني لبعض الأمور البديهية مثلا تجي إلى فقيه من الفقهاء تسأله هل يجوز مثلا التطبير مثلا في الشعائر الحسينية هل يجوز أن تلطم على صدرك هل يجوز كذا هل يجوز كذا تشوف أن الفقيه يجيب أنه هو جائز والواحد يجي يستشكل إذا أنت تقول هو جائز وتفتي بذلك لماذا أنت لا تصنعه الجواب واضح هو قال انه جائز ما قال واجب حتى تقول له لي انت ليش ما تصنعه وحتى لو يقول مستحب حتى لو كتب مستحب الشيء الكذائي مستحب زين مستحب يعني يجوز تركه وقد تكون هناك مزاحمات هذا مستحب ولكن يزاحمه مستحب اكبر من واحد من العلماء كانت تجي استفتاءات الناس زين الاستفتاء جوابه مو هالشكل بالبساطة، هسه مسألة سابقاً قاريها راجع الأدلة فيها، مراجع الأدلة فيها، لا بس اكو مسائل تجي مستحدثة، يحتاج الفقيه يراجع القرآن، يراجع الروايات، يراجع فتاوى سائر الفقهاء، ثم يستنبط الحكم. أحياناً جواب استفتاء واحد يستغرق من الفقيه ساعات. زين هذا الفقيه من الفقهاء كان أحياناً أحد أبنائه ينقل، يقو يقول: هو كان يصلي في كل ليلة صلاة الليل. يقول: في بعض الأحيان كان بدل صلاة الليل يطالع ويجيب الاستفتاءات. ليش؟ يقول: لأن لي صلاة الليل مستحب، لكن جواب مسائل الناس هذا واجب كفائي. وأنا الآن لا أتمكن من الجمع بينهما يعني في هذه الليلة الوقت قصير الاستفتاءات كثيرة أو تحتاج إلى مراجعة أكثر فصار تزاحم بين مستحب وبين واجب كفائي رجحت الواجب الكفائي زين لا يصح أن نقول له أنت تقول بأن هذا الشيء مستحب أو هذا الشيء جائز لماذا تتركه أولا قال جائز ويجوز تركه الشيء الثاني لعله له مزاحمات مزاحمات بالنسبه لهذا اهم مثل القائد في جبهه القتال تشوف القاده الان عاده لا يكونون في الخط الامامي من الجبهه ونستشكر على القائد نقول له انت اللي تقول للجنود اذهبوا الى الخط الامامي انت ليش ما تذهب الى الخط الامامي؟ يقول أنه أنا وظيفتي أهم وظيفتي قيادة المعركة قيادة المعركة تقتضي أن أكون في مكان محصن نعم إذا احتاج إلى أن أكون في الجبهة أكون في الجبهة في الخطوط الأمامية شوف في حروب الرسول صلى الله عليه وآله عادتان إلا في بعض الموارد الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن في الخط الأمامي قذف أخاه في لهواتها الرسول صلى الله عليه واله في جميع حروبه لم يقتل ولا واحد، وانما روي انه واحد في معركه احد هجم على الرسول صلى الله عليه واله فالرسول طعنه برمح دفاعا عن نفسه، وبعد ذلك ذلك الشخص مات، ويقال ان موته لم يكن من اثر الطعنه مباشره، الطعنه ما كانت عميقه وإنما فقط بمقدار دفعة وإنما مات من الرعب والخوف لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مهددا وهو في مكة زين واحد يجي يستشكل على الرسول كيف تقذف أخاك علي بن أبي طالب في لهواتها وأنت في الصفوف الخلفية وطبعا هذا الأمر بالنسبة إلى قائد المعركة يلزم أن يكون في الصفوف الخلفية لأن وظيفته أهم. حتى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في معركة الجمل والنهروان وصفين مشاركته في القتال عملاً كانت قليلة. لأن وظيفته أهم، وظيفة القيادة أن تقود المعركة. فهذه الوظيفة أهم. زين تجي تستشكل على الفقيه أنت لماذا أفتيت بالجهاد وأنت لم تشترك في الصفوف الأمامية؟ يقول وظيفته وظيفة أهم الإسناد مثلاً. فإذاً الرسول صلى الله عليه واله عندما أباح أمراً نحن نعتقد بأنه مباح ونقول بأنه مباح ولا يجوز لنا أن نقول بأنه واجب أو أنه حرام. نقول بأنه مباح ولكن نحن نبقى عملاً مخيرين بين الفعل وبين الترك. إذا واحد جاب لك مثلا كأس ماء كلاس ماي جاب لك تقول له شكرا لا اريد يقول لك حرام تقول لا مو حرام انا لم اقل حرام هو حلال هو جائز لكن انا الآن لست بعطشان لا اريد مثلا ان تعتقد وتقول بالحكم الاباحي هذا شيء انه هذا مباح وانه انت مخير بين الفعل والترك هذا شيء اخر. ولذلك مثلا في المتعه الذي اباحها الله ورسوله، اباحها الله سبحانه وتعالى في القران في قوله فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. والرسول صلى الله عليه واله اباحها امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى. اجا عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وانا احرمهما واعاقب عليهما. زين انتشر التحريم بين اتباعه ووضعت احاديث ان الرسول هو الذي حرم بس مشكله هاي الاحاديث شنو هي انه تاريخ التحريم مختلف ثمانيه تواريخ في غزوه كذا في يوم خيبر في حجه الوداع في كذا كذا ثمان روايات وثمان تواريخ ذكروا لان القضيه لم تكن لها اساس فعندما جاءوا يريدون ان ينسبوها الى رسول الله كل واحد قال شيء فلما جمعت صارت ثمان اقوال وثمان حالات حتى اضطر بعضهم ان يقول ابيحت ثم حرمت ابيحت ثم حرمت ابيحت ثم حرمت كانه مثلا النسخ لعبه مثلا يباح ويحرم ويباح ويحرم زين بعد ذلك الان شنو يجي يقول لك عندما يسالك هل هو حلال ام حرام تقول ان الله سبحانه وتعالى اباح ذلك والرسول صلى الله عليه واله اباح ذلك ومات الرسول صلى الله عليه واله ولم يحرم إلى أن جاء الثاني وحرم إحنا نتبع الرسول صلى الله عليه وآله لا نتبع أي واحد آخر إذا خالف كلامه كلام الرسول صلى الله عليه وآله زين يجي يقول لك أنه أنت ترضى ذلك لأمك لأختك لبنتك هذا الكلام نفسه واحد من العامة إجي قال للإمام الباقر عليه الصلاة والسلام سأله المتعة حلال لولا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال له إن رسول الله قد أباحها معنى مضمون كلام الإمام الباقر قال له هل ترضى ذلك لأختك مثلا أو لبنتك فالإمام عليه الصلاة والسلام قال له يا أنوك يعني يا أحمق أقول لك إن رسول الله قد أباحها قد أنت تجي مقابل كلام الرسول تتفلسف اكو هواية من الأشياء مباحة، لكن بعض الناس من شأنهم ذلك وبعض الناس ليس من شأنهم ذلك. إذا واحد عامل بسيط افرض مثلا يجمع القمامة. إذا هذا العامل البسيط الذي يجمع القمامة، طبعا العمل ليس عيبا. الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، لكن بالنسبة إلى النظرة الاجتماعية ينظرون مثلا إلى هذا العمل كأنه مثلا عمل فيه نوع من مثلا على كل حال المجتمع لا يرغب في ذلك العمل. زين هذا الشخص اللي يجمع القمامة إذا أجا وخطب بنت الملك حرام الملك يزوجه بنته حرام؟ مو حرام لأن المؤمن كفء المؤمنة المسلم كفء المسلمة. الإسلام جاء وألغى الفوارق لكن الملك يزوج بنته لا ليش ما يزوج بنته حرام مو حرام يقول هو حلال أزوجك بس مو واجب وليس من شأني ذلك ما أريد هذا الشيء هل فيه مشكلة زين بعض الناس باعتبار منزلتهم الاجتماعية ليس من المناسب لهم وليس من شأنهم أن يزوجوا بناتهم أو أن يزوجوا بناتهم مثلا زواج مؤقت. زين ما كان واجب حتى نقول له انه ليش ما تزوجت؟ كان جائز له. وهناك بعض الناس من شأنهم ذلك. زين الآن المثال الأول اللي ذكرنا نرجع له. هل واحد يشتغل في جمع القمامة حرام؟ لا مو حرام. انت روح اسال اي فقيه اي عالم اي انسان انه واحد يروح يصير زبال في البلديه كالناس في البلديه في مشكله لا مو في مشكله لا باس بذلك بل اذا ما عنده عمل وليس من ذوي الشؤون الاجتماعيه كذا يكون كد على عياله مستحب يصير الى اصلا الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله تقول له لهذا العالم لهذا الفقيه لهذا الدكتور لهذا المهندس أنت ترضى لابنك يروح يصير عامل كالناس في البلدية يقول لا ما أرضى يقول ما أرضى مو معنى أنه أحرم هذا العمل أقول هذا العمل حرام لا لكن ليس من شأني إذا مو من شأني لا أعمله لأنه مباح مو واجب أكو ناس من شأنهم هؤلاء عمال البلدية ناس كثير منهم مؤمنون أخيار ومن أهل الجنة ولعل بعضنا في يوم القيامة يحتاج إلى شفاعتهم لقربهم إلى الله سبحانه وتعالى لكن من شأنهم ذلك آخرون ليس من شأنهم ذلك إذا الرسول أباح لأنه حكم الله سبحانه وتعالى نسأل شلون رسول الله عندما أباح؟ أنتو الذين تقولون بالنسخ زين؟ تقولون أن الحكم صدر وبعد أيام نسخ مثلا في كتاب مسلم أنه ثلاث أيام الرسول أباح ذلك. طبعا رواياتهم متناقضة جدا. تقولون بالنسخ يعني الرسول أباح ذلك وفي مسلم أكو أن بعض الصحابيات تزوجن متعة. زين السؤال كيف الرسول رضي لهؤلاء الصحابيات ان يتزوجن متعه كل هذا حكم الله سبحانه وتعالى ذيك من شانها كان تزوجت متعه اخرون لم يكن من شانهن ومن شانهم ما صنعوا ذلك فاذا عندما الرسول يبيح شيئا انت ما لك حق تقول حرام نعم يجوز لك ان تترك ذلك الشيء ولذلك في هذا الحديث الرس... الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول فصار الأخذ برخصه يعني التسليم بالأمور التي أباحها الرسول صلى الله عليه وآله واجبا على العباد تسلم ويسلم تسليمه كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه كما أنه أنت لازم تسلم للواجبات تسلم للمحرمات بأنها حرام تسلم باحكام الرسول صلى الله عليه واله في الواجبات والمحرمات كذلك عليك ان تسلم باحكام الرسول صلى الله عليه واله في المباحات. ولم يرخص لهم رسول الله فيما نهاهم عنه نهي حرام. ولا فيما امر به امر فرض لازم. لكن هل انت مرخص في الواجبات؟ لا لست مرخصا في الواجبات. الواجب لازم تعمله. ما فيك رخصه انه تتركه تعتذر بعذر انه انا مشغول شنت اني كذا واني كذا لا ما لك حق اذا شيء حرمه الرسول صلى الله عليه واله لازم تتركه ما لك حق تتحجج باي عذر ولا عذار غير مقبوله فكثير يذكر مثال نرجع للامثله اللي الإمام في صدر الحديث كان ذكرها وإحنا في الحلقة الماضية شرحناها فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه هي حرام لم يرخص فيه لأحد الآن الخمور والمسكرات كثيرة جدا أنواع كثيرة يقال أنه في اللغة العربية أن للخمر سبعين اسماً ويقال ان كل اسم لنوع من انواع الخمور، لانه الخمر قد يتخذ من العنب ومن انواع العنب، وكيفيه التخمير تختلف، يصير انواع من الخمور، قد يتخذ من التمر ويسمى الفضيخ، وقد يكون ذلك عن طريق النبذ، شنو تنبذ في الماء؟ تنبذ في تمر، تنبذ في عنب، تنبذ في الزبيب هذا يختلف انواع كثيره. الان الخمور مئات الانواع. الله سبحانه وتعالى في القران حرم الخمر وكل مسكر حرمه رسول الله صلى الله عليه واله فكثير المسكر يعني انواع المسكرات كثيره من الاشربه نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لاحد. هسه يجي يقول اني احرجت واني دبلوماسي ومثلا اقتضاء الدبلوماسيات انه مثلا في الجلسات تشرب الخمر او تضرب كاسك بكاس ذاك الطرف المقابل او كذا هذه اعذار غير مقبوله انت والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين تريد ترضى ترضفت كافر ترضفت حاكم ترضفت فاسق وبسخط الله سبحانه وتعالى والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. وكذلك بالنسبه للصلاه ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى فرض عشر ركعات ورسول الله صلى الله عليه واله اضاف في سنته سبع ركعات اخرى. والله سبحانه وتعالى امضى هذه الاضافه من الرسول صلى الله عليه واله. ولم يرخص لاحد ان يترك الركعتين من صلاة الظهر، العصر، العشاء الا في السفر، ولم يرخص رسول الله لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما الى ما فرض الله عز وجل، بل الزمهم ذلك الزاما واجبا لم يرخص لاحد في شيء من ذلك الا للمسافر، وليس لاحد ان يرخص شيئا ما لم يرخصه رسول الله. تقول أنا يعجبني هذا يكون حلال لازم الرسول يكون قد أحله إذا الرسول أحله أنت مقول حلال لكن الرسول لم يحله حرمه أو أوجبه أنت تقول أنه هذا مباح يعجبني هكذا ماكو يعجبني نحن عبيد لله سبحانه وتعالى ونحن ليس لنا الخيار أمام إرادة الله سبحانه وتعالى قرينا الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم واذا واحد عصى الله فالله سبحانه وتعالى قد اعد له جهنم وساءت مصيره الله عندما يختار شيء احنا عبيد لله لازم نطيعه لمصلحه جعلنا مختارين لكن ذكر لنا إذا ما أطعت مصيرك يكون إلى النار واحد يجي يقول أنا إنسان وأنا عندي اختيار وأنا كذا صحيح أنا إنسان وأنا عندي اختيار لأن الله أعطاني الاختيار لكن في ضمن دائرة الآن في عالم اليوم ما يقولون حرية وحقوق الإنسان وكذا بس أي دولة فيها قوانين ما لك حق تتعدى ذيك القوانين الآن أكثر الدول ديمقراطية وحرية بها قوانين لو ما بها قوانين بها قوانين أقل قوانين المرور كثير من القوانين في العلاقات الاجتماعية في الأمور المالية إذا واحد خالف تلك القوانين الدولة لها بالبر له بالمرصاد القضاء له بالمرصاد يعاقب ما له حق يعترض يقول احنا احرار حقوق الانسان نعم انت حر انت حقوق الانسان ولكن مع ضوابط ومن تلك الضوابط ان القوانين المشرعه لازم تطيعها لا تخالفها بس عندما يصل الدين يقول احنا احرار زين الله حرم خلي يكون حرام الله احل يقول خلي يكون احل كلا ما لك حق يعني انت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله اقل مما تتعامل مع حكومه تعتقد بأن قوانين الحكومة لازم تلتزم بها وإذا عاقبوك على مخالفتها ما تقدر تعترض وحتى إذا اعترضت ما حد يقبل اعتراضك لكن عندما يصل الأمر إلى الله وإلى رسوله يقول أنه لازم قلبك يكون أبيض مو مهم أنه تراعي القانون زين عندما قانون الحكومة قانون المرور اللي هو أبسط قوانين الحكومة لا تقول أنت أنه قلبك لازم يكون أبيض أنت عبرت الإشارة الحمراء شنو المشكلة تجاوزت السرعه المسموح بها شنو المشكله قلبك يكون ابيض بالقانون مال الدوله ما يصير ما يقول لازم يكون قلبك ابيض يقول لازم تلتزم بالقانون يقول هسه واحد عنده تجاوزات ماليه وتبييض الاموال وكذا شنو المشكله قلب المهم ان يكون ابيض ماكو قانون اقتصادي لازم تراعيه اذا ما راعت, راعت القضاء لك بالمرصاد القانون لمن يوصل، قوانين الحكومة ما يقول لازم قلبك يكون ابيض، القانون راعته لو ما راعته مو مهم، بس عندما يصل الى قانون الله سبحانه وتعالى اللي هو المتفضل وهو الخالق وهو المتطول وهو المنان، وكل شيء من فضله لمن يوصل إليه مو مهم يكون عندها حجاب المهم قلبها يكون ابيض، مو مهم يصلي المهم قلبه يكون ابيض، نعم قلبه لازم يكون ابيض لكن لازم يلتزم بالقانون. يقول وليس لأحد أن يرخص شيئا ما لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله فوافق أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الله عز وجل لأن الرسول الصلاحية اللي عنده من الله سبحانه وتعالى والله أمر بإطاعته ونهيه يعني وافق نهيه نهي الله عز وجل ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم يعني الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام هذا حديث آخر من أحاديث التفويض وسائر الأحاديث إن شاء الله في حلقات قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين